الدفاع يتدخل. خطيرة جول بابا بابا ضاعت، خطأ فادح في دفاع الريال، كاد أنخل كوريا الأرجنتيني يفتح مجال التسجيل. تمريرة من 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 الخصم، رونالدو كرة خطيرة داخل منطقة عمليات إيسكو. أولا لا جريزمان لصالح عناصر الأتليتيكو. هاي كرة ساول نيجاز، قبلها كانت كرة رونالدو بالعقب، قبل فردية اللصيقة بالراس، لعادة مرة ثانية خروج رائع بالراس من كوريا، هذا القصير والصغير ضربها بالراس. كروس توني كروس رونالدو، رونالدو توني كروس، وبابا جول. خدوات خدوات بين توني كروس ورونالدو، ليس هناك أي شيء يا توني إلا الركنية. لا، حتى الركنية لم يمنحها لحكم لك، بل قال ضربة مرمى لعبة ثنائية. رونالدو، أولالا الكرة الساقطة وأوبلاك سلوفيني ينقد هذه الكرة. مارسيلو الكرة البعيدة، هيلو كازيميرو جول. أولالا ضاعت منك يا راموس، فرصة تسجيل هدفك الأول في الدوري. اللعبة رائعة من مارسيلو في اتجاه كازيميرو، هو للريال مارسيلو. بابا بابا هو حول توني كروس، كارفاخال ورونالدو، خرج له كريم كارفاخال مودريتش. الحكم يقول لك العب، ما زالت عناصر اتليتيكو. كوكي ساول نيجاز، لولو باليمنى ساول نيجاز، وكأن إقحام يانيك كاراسكو في الخط الأمامي. فران مارسيلو، مارسيلو وتوزيع لمسة يد، لمسة يد الحكم قال غير متعمدة. العب فران على الجهة اليمنى من هنالك، على الجهة اليمنى يرسلها بعيدة لجريزمان. يا كيكو كاسية يلحق هذه الكرة ويلتقطها يحطها توني كروس. توني كروس التوزيع، مارسيلو رائعة كذلك من توني كروس في التوغل ثم التوزيع في القائمة الثانية ولكنها بعيدة. لوكا مودريتش، رونالدو، فرصة سهلة لرونالدو يضيعها، سددها على يمين يانو بلاك. توريس توريس خطيرة، اللعبة ممتازة. كاميرو رافائيل فاران ينقذ الريال من جول، لعبة من أروع ما يكون من فرناندو توريس. ما زالت الخطورة، ما زالت الخطورة. أولالا كاراسكو، لمسة يد أخرى، اليد باليد والبادي وأظلم، وكأن الحكم يقول لم أصفر للريال. أسينسيو، بابا بابا الحكم يقول لا، ليس هناك أي شيء مرة ثانية. كارلو مارسيلو، مارسيلو رونالدو، عندما تضيع مثل هذه الكرة يا رونالدو متى تسجل؟ عندما تضيع